تسع أيام على التوالي والمشهد ما زال ذاته، أقفال حديدية وخيام احتجاج وقرارات بالفصل ولا بوادر حل تلوح في الأفق. مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت ومن حرم الجامعة التي افترشها يواصل خطواته التصعيدية بموازاة تجديد التأكيد على مطالبة إدارة الجامعة تنفيذ مطالبه المتمثلة بإعادة النظر في قرار فصل الطلاب العشرة وبعض المطالب الإدارية والأكاديمية الأخرى. فصل الطلاب العشرة وأنا منهم طبعا هو قرار باطل، هو قرار غير موجود بسبب أن إدارة جامعة بيرزيت اتخذت القرار إجراء تعسفي دون الرجوع للطلبة، وتدعي إدارة جامعة بيرزيت بأن وجود هناك استئنافات للطلبة المفصولين، وهذا غير صحيح، ليس لا وجود الاستئناف لأننا لا نعترف بمثل هذا القرار. نقول لإدارة جامعة بيرزيت عودوا إلى صوابكم، عودوا إلى رشدكم، الأزمة بحاجة إلى الحل وليست بحاجة إلى التعقيد. الطلبة الملتفون حول حركتهم الطلابية ناشدوا العديد من الأطراف للتدخل الفوري وإنهاء الأزمة، ذلك في الوقت الذي ساند فيه عدد من مجالس الطلبة في مختلف الجامعات مجلس طلبة بيرزيت. نحن هنا متواجدين حتى نطالب إدارة الجامعة في العدول عن قرارها واسترجاع أخوتنا الطلبة في إكمال حقهم في التعليم بشكل سلمي وطبيعي، لأن الاعتصام بدأ وما زال مستمر بشكل سلمي. إدارة الجامعة ومجلسها جدد رفضه للإغلاق الذي يكبد الجامعة خسائر يومية تبلغ أكثر من 70,000 دينار أردني، فيما أكد بيان إدارة الجامعة أنه لا قرار بفصل الطلاب العشرة قبل دراسة الاستئنافات التي قدمت من الطلبة. الطلبة قدموا الاستئنافات وفق الأنظمة وأحيلت إلى لجنة النظام التي ستبحث بها في لحظة استئناف تمكن الجميع من الدخول إلى الجامعة. عدم تمكن جميع الوسطاء حتى الآن من إقناع الطلبة بأن يوقفوا إغلاق الجامعة. وبشأن الطلبة المحتاجين وغير القادرين على دفع الأقساط بسبب ظروفهم المعيشية، أعاد المجلس تأكيده على التزامه بعدم حرمانهم من التعليم، وذلك من خلال مضاعفة المنح الدراسية للطلبة الجدد والقدامى. إغلاق وتظلمات هنا وقرارات إدارية في الطرف الآخر وتصلب في المواقف تتصلب بموازاتها المسيرة التعليمية المعطلة أمام 10,000 طالب وطالبة. من أمام جامعة بيرزيت، علي دار علي، تلفزيون فلسطين.